أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكايات صحفية. الذكاء الصناعي أو الاصطناعي، الحقيقة من كام يوم حصلت ضجة جامدة جدا لما ظهر فيديو للفنان الراحل طلعت زكريا ويقول فيه ان هو تم قتله على يد احد الفنانين. طبعا الدنيا هاجت وماجت، وبنته ايمي قامت طبعا وهي في الكارير الفني برضو طلعت واعترضت وقالت الكلام ده مش حقيقي وده تشويه لذكرى والدي، والدي حصلت له وعكة صحية وراح على اثرها المستشفى وتوفى هناك، وكان كانت وفاته في 8 أكتوبر 2019 وكان عمره وقتها حوالي 59 سنة الله يرحمه. طبعا طلع اللي عمل الفيلم ده أو الفيديو ده قال لك ابتسم طبعا وقال لك لا ده أنا عملت فيديو عن طريق الذكاء الصناعي واستخدمت صورة الفنان الراحل واستخدمت صوته من مقتطفات أخرى وطلعت إن هو بيقول إن هو تم قتله على يد أحد الفنانين عشان أفكر الجمهور بيه. يا سلام، يعني هو ده الإعلام؟ هو دي يعني هو ده الاستخدام بتاع وسائل الاتصال الحديثة أو اللي هو الذكاء الاصطناعي الحديث إن احنا نعمل بلبلة وإن احنا نشوه تاريخ ناس وفنانين عظام زي الفنان طلعت زكريا اللي هو بدأ حياته الفنية من سنة 93 وبدأها بفوازير اسمها المتزوجون في التاريخ وتدرج بعدها وعمل حوالي 46 فيلم وكذا مسرحية ومسلسلات، ويعني له تاريخ ويمكن أشهر أعماله اللي احنا عارفينها طباخ الرئيس سنة 2008 وده فيلم عمل ضجة جامدة جدا وتسجل باسم الفنان طلعت زكريا من نور أو من ذهب. فطبعا غير مقبول على الإطلاق ان احنا فرحانين بالذكاء الصناعي ان احنا نطلع ونعمل فيديوهات عن راحلين، عن أم كلثوم، عن أي فنان، عن أي فنانة، ونقول على لسان وكلام وخزعبلات ومتاهات ونعمل بلبلة في عوائل هؤلاء الفنانين وبين محبيه وبين رواده او عشاقه. طبعا ده شيء غير مقبول ويتنافى تماما مع الاخلاقيات الاعلاميه، وهنا بطالب ان تبقى في وقفه، وزي ما احنا عندنا قانون دلوقتي بيحاكم او بيجرم الجرائم السيبرانيه لازم كمان يكون عندنا قانون، وده بطالب بيه من خلال هذا الفيديو ومن خلال بوابه الوفد الالكترونيه ان احنا يبقى عندنا قانون يحاكم ويجرم ايضا جرائم الذكاء الصناعي اللي هتبهدل للدنيا، اللي هتتحكم في العالم، اللي هنشوه بيها تاريخ الناس، اللي هنزور بيها الحقائق. ده أمر غير يعني موجود أساسا وأمر مرفوض تماما وغير مطلوب إن احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي إن احنا نعمل فيديوهات عن ناس ماتوا ورحلوا ونعمل نطلع على لسانهم حقائق او حاجات اكاذيب ونقول ان هي حقائق ونروج هذا الكلام والسوشيال ميديا تشتعل. طبعا الفنان الراحل مات موتة طبيعية ومات في مستشفى بين اسرته، فنجدد عزائنا طبعا لاسرته برغم من مرور هذه السنوات لانه فنان بصم بشكل جيد ومحترم في اعماله الفنية. وارجوكم ايها العشاق للذكاء الصناعي وللالكترونيات قبل ما تعملوا تفتكسوا حاجة وتعودوا تعملوا حاجة ممكن تعملوا ترندات او تفكروا ان هي تجذب لكم اموال، فكروا في اسر هؤلاء الفنانين واسر المشاهير قبل ما تدوروا على الشهرة وعلى المال. كانت معكم الكاتبة الصحفية فكرية احمد.